كل سنة وانتم طيبين. طبعا انا ببث بس مش من البث المباشر او من البرنامج، او كنت المفروض ان انا اقول هبث ليكم، لكن انا ما عيطتش على الناس في عيد العذراء وما قلتهمش كل سنة وانتم طيبين. طبعا انتوا كنتوا عارفين بسبب ايه، كان عندي حاجة كده، بس حد من الخدام كان سافر السما، لكن حبيت اقول لكل الناس محدش يزعل ان اسامه راح السما، وهو ده اكيد دلوقتي لنا شفيع في السما بيصلي لنا، واكيد ولاده عارفين حاجه زي كده. بشكر كل الناس اللي كتب التعزيه، واقول لهم انا بشكركم على محبتكم وعلى شعوركم. وبقول حاجه تاني، ان احنا في بعض ناس بصراحة كان العدد كتير، وكان الزنقة بتاعت الفترة بتاعت الجنازة ما عرفناش نوزع البركة كاملة، فوزعنا تاني يوم. يعني احنا وزعنا يومين، على فكرة انا وزعت يومين، يوم عيد العذراء بعد مجرد ما جينا من درونكا، لاننا كنا لازم نروح نزور، وجينا تاني يوم وزعنا للناس البركة بتاعت الايه بتاعت العذراء. انا بحب العذراء جدا، بس عاوز اقول لكم عندي قصة النهاردة جميلة جدا، وهرفع لكم الصورة دي يمكن لأول مرة حد ياخد باله منها. في صورة العذراء اسمها العذراء المطعونة، حد فيكم يسمع الموضوع ده؟ العذراء المطعونة، لو حد فيكم يكتب لي ويقول لي أعرف إن هي العذراء المطعونة. صورة العذراء المطعونة دي خارج مصر، حتى اسمها أسقس بره مصر. العذراء المطعونة دي عبارة عن الصورة بتاعت الست العذراء، هتلاقوها كده في خدها الشمال في زي تعويره كده، والتعويره يعني غريبه شويه، يعني فعلا اي حد يشوفها يقول حد ايه متعور. العذراء المطعونه دي كان في حد من ضمن الرهبان في الدير اللي هو بره مصر دوت، فكان كسول شويه، يعني كان كسول شويه في الصلاه، فكان بيروح دايما ماده الرهبان ويروح متاخر. فجاء الراجل اللي هو يعني بتاع المطبخ اشتكى للاباء، قال له يا سيدنا او يعني اللي ماسك الاكل، قال له ده دايما يجي متاخر. فقال له طبعا احرمك من الاكل ان انت يعني سامحني مش هتديك اكل، وفعلا ما رضيش يديله اكل. فبعد ما رضيش يديله اكل الراهب دوت اتضايق جدا، اتضايق جدا واتنرفز خالص. طب يعمل ايه؟ راح طالع كده راح عند صوره العذراء وقال لها انا بخدمك وبخدم الرهبان وبصلي وبعمل كل حاجه، ويعني وخادم، هو كان خادوم للدير، يعني هو زي الكنايسه عندنا احنا كده، اللي هو طبعا بيخش الكنيسه وبينظف الشمع وبينظف السجاد، وقال لها بخدم كنيستك. والمهم يعني اتضايق قوي، ففيدوا يا جماعه اللي هي اللي بينظف بقى الشمع، عمل ايه بقى؟ موسف راح ماسكها كده ومن الغيظ وراح ضاربها فين؟ في خد العذراء. فجاه لما ضربها في خد العذراء راحت الخد بتاع العذراء راح منزل دم، ابتدى ينزل دم، ودم دم غزير. هو طبعا زي ما تقولوا كده الصدم واتضايق جدا، ازاي طلع يجري على رئيس الدير وقال له سيدنا؟ طبعا اي حد فيكم يقول لي عينيك مالها يا عم جميل، تحس ان فيها نور يمين وشمال، ملوش دعوه، خليكم في القصه يعني. فطلع جاري بيقول له يا سيدنا حصل كذا كذا. فعلا سيدنا جه وقف قدام الصوره اللي جايه متنزل في دم، واثناء بعد ما ضرب الصوره ايده اليمين دي يبست، ايده اليمين دي يبست نشفت خالص، بقيت مفصوله عن الجسد، ايده انفصلت عن الجسد، يعني كانها مش تبع الجسد. ابتدى يبكي، فقال لسيدنا انا لازم اكفر عن خطيتي دي، لازم اقعد اخدم العذراء. وفعلا ابتدى قعد تحت صوره العذراء يا جماعه 3 سنين يبكي، 3 سنين قاعد بيبكي بيكفر عن خطيته، 3 سنين وهو قاعد بيبكي ان ندم على اللي عمله في العذراء. وما زال الصوره موجودة في دير أسس بره مصر، وأنا أوريكم الصورة بعد ما أخلص معاكم دلوقتي اللايف، هرفع لكم الصورة. وفعلا الجرح هنا. طب إيه اللي حصل بعد كده يا أستاذ جميل؟ هذا الموضوع هيعدي كده؟ لا طبعا،
فعلا بعد الثلاث سنين ظهرت الست العذراء لي للراهب دوه وقالت له انا يعني اتكلمت مع رب المجد وقلت له انا مسامحاك وانا مسامحاك بس بشرط ايه؟ قالت له ان السيد المسيح امر ان ايدك دي هتموت وتبقى زي ما هي، يعني انت هتعيش وهتموت وايدك هتبقى زي ما هي وهتخش السماء لاجل توبتك. الموضوع ده كان دخل فيه الملاك ميخائيل، كان دخل فيه الملاك ميخائيل. دخل ازاي الملاك ميخائيل؟ اقول لكم دخل ازاي. غيورة الملاك ميخائيل على حب الست العذراء هو اللي وقف. ازيك انجلينا عامله ايه؟ وحشاني خالص، انا شافك معايا على اللايف انت والجماعه اهم. فلما شاف الراهب ده وضرب اللي ضرب صوره الست العذراء بالسكينه، كان هو الملاك ميخائيل موقف مرشد ووقف ايده لدليل مرتبطه بقصه الست العذراء يوم النياحه. فاكرين لما قلت لكم يوم النياحه جه واحد قال انا راح ابهدل جسد العذراء ومسك النعش بتاع العذراء، جاء الملاك ميخائيل مسك السيف وقطع ايدين الاثنين؟ نفس الكلام، الملاك ميخائيل كان واقف لما الراهب دوه مسك السكينه وراح ضاربها فين؟ في خد العذراء ونزل الدم. وفعلا العذراء يعني سامحته، لكن قالت له ايه؟ بنفس النص قالت له انا مسامحاك وليك مكان في الابديه بس هتخش وايدك دي ناشفه زي ما هي. وفعلا الراهب ده عاش فتره من الزمن، وبعد ما ماش بعد عاش الفتره المعينه مات. فديناسوس ده لهم نظام غريب قوي، بيعملوا ايه؟ كل ثلاث سنين لازم يفتحوا على اي راهب مات، لازم يفتحوا عليه. ففوجئوا فتحوا الطاقوس بتاعه لقيوا جسمه كله نوراني، جسمه كله منور الا ايده، الا ايده اللي هي ناشفه ومسوده. فده عاوزه اقول لكم على حاجه معلومه، يعني انا عندي قصه حلوه صغيره كده. كان في حد عم غادي سافر السماء، كان الملا يصلي ان نفسه يطلع السماء، فطلع السماء فخده الملاك ميخائيل، فراح سجد للسيد المسيح، قال له لا، إكرامة ليا تسجد للعذراء، إكرامة ليا تسجد للعذراء زي ما سجدت له. وفعلا راح ساجد للست العذراء. عاوز اقول لكم ان الست العذراء دي ليها كرامه جدا جدا جدا، وهقول لكم على سر، صدقوني ربنا يديكم طول العمر تطلعوا السماء وتشوفوه. يعني في ورق الدنيا كل حد من القديسين ده، رب انا ما اعرفش انا يعني حد قال لي يعني كل قديس بياخد ورق بتاع الطلبات دي بيطلع بها السماء فعلا وبيقدمها لرب المجد. الست العذراء هات الورق كده مورا اللي في جاري، تيجي الست العذراء قاعده في جار منه واخد بالكم انتوا كده، فتروح ماسكه له الورق، هاتي هاتي زي كده. يعني الورق بيبقى مثلا زي كده، كل السيد المسيح بيحطه قدامه وبيشوف طلبات الناس. ماري جرجس بيحط طلب، ابو سفان بيحط طلب، فيجي طلب كده الست العذراء تقول له البنت دي محتاجه طفل، فيقول لها لا مش وقت، مش وقته دلوقتي، مش وقته دلوقتي، خلاص مش وقت. هو السيد المسيح عارف مش وقته ليه، يا ازيك يا ماما ماجد عامله ايه؟ مش وقت. فاللي عاوز اوصله لكم ان العذراء دي شفاعتها قويه جدا جدا جدا، واللي بيحبها قوي 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 الملاك ميخائيل، وياه اي حد يفكر يعمل حاجه تزعل العذراء قبل ما يفكر رب المجد ياخد انتقامه يكون الملاك ميخائيل. ست العذراء لما بتحب تطلع تعمل معجزه في اي مكان يكون الملاك ميخائيل معاها، لازم رفيق ليها الملاك ميخائيل، بتحب الملاك ميخائيل جدا، ودايما الملاك ميخائيل بيبقى مرافق مع العذراء في كل خطوه ماشيه فيها، يبقى الملاك ميخائيل معاها. هو الملاك ميخائيل طبعا يعني يقال كده ان هو سريع الندهة وغيور على الروح القدس وعلى عرش الله. والملاك ميخائيل ليه قصه في دانيال 10، خلي بالكم يعني ارجعوا لدانيال 10 كده، لما كان الملاك رفائيل واخد الرساله وراح لدانيال وعطلوا الملاك
حاطه له الشيطان 21 يوم في السماء. مين اللي راح خلصه؟ يقول لك واتاني رئيس الملائكه ميخائيل وحلني. يعني الملاك ميخائيل راح حله. ازيك وحشاني خالص خالص. ازيك يا جوجو عامله ايه؟ ازيك يا سميره وحشاني، انا عارف مقصر معاك. وميرفت ازيك يا ميرفت. فاللي عاوز اقوله لكم ان الست العذراء ازيك لا ما انا سلمت عليك يا سميره. سميره دي خدمه حلوه قوي معايا في خدمه احتاجات خاصه. عاوز اقول لكم ان الست العذراء دي حد حلو، حد جميل جدا. ليه؟ الراجل ده ايده نشفت الراهب، لان مد ايده على ام الاله، على ام الاله. اي حد، اي حد ليه طلبه بيطلبها من الست العذراء وتتاخر عليه، قول له ما تخافش، هي كل يوم بتفكر وبتقول. وانا يعني في ناس تقول انت بتحب الملاك ميخائيل، لا لا انا بحب الست العذراء، وخدمتي اسمها خدمة الست العذراء ورئيس الملائكة الجليل ملاك ميخائيل 12 من كل شهر قبطي. لان العذراء دي لها جمايل ولها حاجات حلوه. وعاوز اقول لكم على قصه تانية بسيطه واختم معاكم، هي في كتاب اسمه كتاب التلمود، ممكن تلاقوه. القصه دي حلوه يا غالي اسمعها، يعني دي يعني فكاهيه وحلوه شويه. كان في حد كده عارف ان موسى كل يوم يعني كل فتره بيطلع يكلم رب المجد على الجبل. فهو طبعا راح طالع كده وقال لموسى، قال له يا موسى انا عاوز اوديك لحد الجبل بدل ما انت تمشي كده يعني. قال له حاضر من عينيا الاثنين. فكانوا قال له هتعبك معايا، قال له هتركب معايا الحمار بتاعي. فراح مركبه على الحمار وكان يمسك جاره لموسى، وجه عند الجبل وما نزله. قال له ممكن اطلب منك طلب؟ قال له قول. قال له بعد اذنك يا موسى عاوزك اما تطلع عندي قدام رب المجد وبقول له فلان ده هيموت امتى؟ قال له حاضر من عينيا الاثنين. فعلا طلع موسى. فموسى يعني بيشوف رب المجد، بيشوف الله. ده يقول لك زمان لما كان موسى بيشوف ربنا كان بيحط برقع على وشه، لان بيقعد فتره اني وشه منور، بياخد من الروح القدس. فاللي انا عاوز اقوله لكم، ازيك يا استاذ غالي، اللي انا عاوز اقوله لكم ان لما حد بيشوف حد من القديسين وشه بينور، تلاقي عينيه كده في حاجه غريبه، شكله حلو. حتى زمان كان يقولوا ايه في ايام الفاطميين، لما حد يلاقي وشه منور كان يقول له اعلق قابلت انسان قبطي وسلمت عليه. فنرجع لمرجوع الراجل ده. ففعلا موسى طلع، فقال طب اقول له رب المجد الراجل ده موت امتى؟ مش موت امتى؟ انا اقول له يعني اكبر دماغي. فاول ما نزل قال لي الراجل مستني، ازيك يا موسى عامل ايه؟ الحمد لله على السلامه. قلت رب المجد؟ قلت له. قال له صدقني انت عارف والصلاه والتسابيح فنسيت. قال له طب ماشي، هلاقي طالع انت تاني؟ قال له منين وانا طالع؟ هقول لك. سمع ان موسى طالع، راح ريح له كده وقال له ايه؟ انا هاخدك هطلعك الجبل. خده وركبه، قال له اقول لك يا موسى عشان خاطري انا. المهم فعلا طلع موسى وكبر دماغه. المره الثالثه قال له بقول لك يا موسى انت بتضحك عليا. قال له بس ما اضحكش عليك. قال له لا لازم اعمل معاك حاجه. راح جاب له حبل وراح ربطه في ايد موسى. قال له بص يعني الحبل ده، ازيك يا استاذ مدحت؟ تاخد الحبل ده في ايدك اهو عشان يفكرك. فعلا طلع الراجل فقال للرب المجد، قال له انا عاوز اقول لك على طلب بس انا خجلان منك. قال له قول. قال له في واحد كذا كذا طالب مني عاوز هيشوف هيموت انت. قال له بلاش يا موسى. قال له عشان خاطر يعني. قال له بلاش يا موسى. يمين شمال قال له هتطلعني كذاب، ده الراجل بيتعب معايا. قال له يا موسى بلاش. قال له طب ايه رايك تستحمل انت توبته؟ ودي صعبه، انا عاوز ارجعكم لحاجه. قال له تستحمل توبته؟ قال له اه. قال له هتستحمل توبته انت؟ قال له اه. قال له هشيلها؟ قال له اه. قال له خلاص الراجل ده هيموت بعد 13 سنه وست شهور وثمان ايام وبالظبط بالتاريخ. قال له بس اللي انت قلت لي. اول ما نزل راح اول ما نزل له كده وقال له ايه عملت ايه؟ قال له انسى يا معلم، اديني كلمت لك رب المجد وهتموت بعد كذا كذا كذا. اه طب انزل يا موسى مع الحمار. قال له انزل ليه؟ قال له انزل مع الحمار وخلاص مصلحتي خلصت.
راح موسى فجاله في خيمة، قالوا له يا موسى الحق ايه؟ قال له شفت الراجل كان مصدق على الناس الغلابة ده؟ قال له ده بيجي فاتح مكان خمر وبيجي بيشرب وبيجي بيعمل حاجات مش كويسة خالص. ازاي؟ قال له انا روح له. فراح رايح له موسى، يا ابن ابوس عليه ده، قال له انت مش قلت لي هموت بعد 13 سنه؟ قال له، قال له سيبني عايش حياتي ومالكش دعوه بيا بقى، مش ربنا بيقبل التوبه بلحظه؟ سابه 6 سنين راح له تاني موسى. يا ابن المهم فضل مع السنين لحد ما موسى راح له بعد 13 سنه، قال له انت مش حاسبها قاعد لي 6 شهور، سيبني 6 شهور وتعالى عد عليا. راح له بعد 6 شهور قال له قاعد 8 ايام، ربنا مش بيقبل التوبه. المهم يعني بعد الثمان ايام راح له قبلها بيوم، يا ابني قال له قاعد يوم، الراجل مات قبل ما يوصل. فاللي عاوز اوصلهم لكم المعلومه ان في ناس لو عرفت الوقت المعجزه مش هتصلي، لو عرف انت المعجزه مش هيصلي، لو انت ربنا يديله عزم مش هيصلي. لكن انا عاوز اقول لكم ان الست العذراء بتشفع للكل، واي حد اللي طلبه ربنا بياخدها والست العذراء بتاخدها. بس زي ما قلت لكم في حاجات ورق بنقدمه رب المجد بيقول مش دلوقتي، بيقول مش وقته. صح يا انجلينا؟ صح يا ماما ماجده؟ الناس اللي موجوده معايا، الناس على المباشر، صح يا عم غالي؟ صح. انا كان ليا طلبه من رب المجد، قعدت 19 سنه اصلي من اجل الطلبه دي 19 سنه، وكل ما اقول للملاك يقول لي لسه، اقول له حاضر، لسه يقول لي حاضر، انا هو جميل اللي بكلمكم، لسه اقول له حاضر، لغايه ما جت قال لي خلاص يا جميل الموضوع بتاعك خلص، ونشكر ربنا والناس المقربين ليا تعرف الموضوع ده. شفتوا بقى؟ واديني اهو باخد طلبات الناس، والملك ميخائيل زي ما بقول لك بيسمع. انا ما انكرش الملك ميخائيل راجل حبيبي وما بيتاخرش معايا في اي حاجه، بس في حاجات معينه بيقول لي استنى شويه. انا عاوز اقول لكم اسامه الله ينيح روحه، انا مكلمه قبلها بيوم بقول له يا اسامه نروح نذبح، قال لي تضمن ان انا اعيش؟ قلت له يا عم ربنا اديك طول عمر، قال لي لو ربنا اداني عمر هذبح معاك. ده اسامه، واسامه سفر السماء، ويعني حد يعني اكيد كان في وقت استعداد اللي خده. يعني ما انكرش اثر في الواحد، وانا بعتذر للناس ان انا مش هعمل، طبعا انا بعمل عيد ميلاد كل سنه، لكن عيد ميلاد السنه دي مش هعمله عشان خاطر اسامه، لان اسامه كان يعز عليا جدا، كان خادم امين بمعنى الكلمه. انا خدمت كتير وقليل ما شفتش زي اسامه في خدمته، الرهبان كانوا بيحبوه، ودير الانبا انطونيوس جميل جدا جدا. اي حد فيكم يروح دير الانبا انطونيوس ياخد بركه روحيه، وانتظروا فيديو حلو جدا ان شاء الله هننزله لكم لابونا العازر اللي هو في دير الانبا انطونيوس. يا رب بركه العذراء وبركه الملاك ميخائيل يفرحكم كلكم، وما تنسونيش دايما تصلوا لي دايما 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 دايما. واي حد ليه طلبه خاصه اتفضل اكتبها على الخاص، وزي ما قلت لكم العذراء شفاعتها قويه، ليك طلب عند العذراء لح. ده كان الم يعني كلمه الملاك ميخائيل يعني الحلو قوي، يقول لك هي ام الاله، والانبا ميخائيل يقول يا عذراء امسكيني في ايدي عشان اشبع بتوبك وامسك واترحرح فيه. عارف يعني اترحرح؟ العيل الصغير لما كان يمشي في الصعيد يمشي مع امه كده يمسك في الجلابيه بتاعت امه، لحد النهارده يمكن حد في الصعيد. فكان دايما الانبا ميخائيل يقول واترحرح في توبك وامسك توبك يا عذراء. الناس كانت مبسوطه، والاستاذه ماريا بصراحه كتبت كل اللي تقدر عليه، حطته على مذبح العذراء، واتعمل قداس في الكنيسة الأثرية اللي باسم الملاك ميخائيل في درونكا. والناس كتير قوي تقابلنا معاها هناك وشفناها، وبقول للي ما هو ربنا ما ادالوش أطفال اصبر وربنا هيديك. الناس اللي ما تقعدش سنتين وثلاث سنين وتسمح كلام الدكاترة ويقول لها اعملي حجم مجهري، ده غلط، ده غلط. اصبر 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 وربنا هيفرحك. وانا لسه يمكن
حد كان اديله 23 سنه ربنا ما اداهوش، وفعلا الملاك ميخائيل جات ربنا اداني، مجرد ما هشوف الصوره وتوقع احتمال تولد بكره وحاجه زي كده، نجيب الصوره ونوريها لكل الناس، وبقول للناس كلها كل سنه وانتم طيبين وايام مباركه عليكم، وبشكر كل الخدام وكل الناس اللي عزتني، ونتقابل في حلقه اخرى من برنامجنا من مثل الله. ما تنسوش هنزلكم الصوره بتاعت الست العذراء المطعونه، اسمها الست العذراء المطعونه، الصوره موجوده هنزلها دلوقتي، هنزلها لكم. عاوز اعرفكم ان الست العذراء لما حد بيفكر يقول في حقها كلمه الملاك ميخائيل ما بيستناش. اللي نزل موت 85,000 في ليله بسيفه، فبلاش نتشكك في حاجات مش بتاعتنا، ومقاصد الله لا يعرفها غير الله. إلهي وعائلة حاضر، الأستاذة جيجي تحت أمرك، يا رنا من عناية، عادل، مينا من عناية، مينا، لولو حاضر، الأستاذ غالي. طب يا أستاذ غالي أنت بتقول اذكرني في صلاتك وأنت معايا، مين تاني؟ الأستاذة هناء، أستاذة ميرفت من عناية، منورة يا ميرفت صدقيني ده صلواتك، نفسي في طفل أم مريم، حاضر اكتبي لها الخاص. وحشتيني يا سميرة خالص، كان نفسي هنطلع قريب البحر الأحمر مع بعضينا تاني، أنا خنتكم ورحت لوحدي نطلع مع بعض. أنجلينا سلمي لها على أميرة كتير أنجيلا وعلى أولادك. أستاذ باسم، ازيك يا باسم؟ ربنا يستر عليك في الكويت يا باسم، يا رب يكون ربنا معاك دايما كده في خير. حاضر، اللي عنده السكر ده. طب انا طبعا هقفل معاكم عشان خاطر ما اخدش وقتكم واضيعه، عشان في اللي سايق عربيه واللي عاوز يعمل شغله او اي حاجه. يا رب يسوع المسيح اجعلنا كنا مستحقين لكل الشكر. يا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كذلك على الارض، خبزنا اليوم اليوم واغفر لنا، لكن يا رب فرح الكل، وربنا يحافظ عليكم. باي باي.